تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزيد، وبشكره تدوم النعم وتفيض، وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. معاشر الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلس هذا المجلس ونحن نهنئ ونبارك لرجل فاضل مبارك ولأم فاضلة مباركة، عادوا من بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد صلى الله عليه وسلم، عادوا من أطهر بقعة في الدنيا ألا وهي أرض الحجاز، عادوا من مكة، عادوا من المدينة المنورة سائلين الله عز وجل لهما أن يكون الذنب مغفورا والسعي مشكورا والتجارة مع الله والعبد لن تبور إن شاء الله. الحاج باكولك هذه الزيارة، وقد جئتنا وجئت بالخير إن شاء الله، كيف لا وأنت دخلت مكة محرما وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأنت تنزل وتنظر وتتمتع في الكعبة البهية وتشرب من كؤوس زمزم الهنية، وأنت تطوف وأنت تدعو الله عز وجل في سبعة أشواط كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنت تتمتع بالنظر في الكعبة. وما أدراك ما الكعبة؟ هي التي لما خلقها الله عز وجل بكت وقالت يا رب جعلتني في هذا الواد غير ذي زرع ولا ضرع ولا إنس ولا ربما حتى لا جن، فأقسم الرب عز وجل وقال يا كعبة، رب سبحانه وتعالى لما خلق وصنع الكعبة وأثبتها في ذلك المكان بكت يا رب دفني في هذا المكان القاحل المقطوع لا شيء فيه، فقال رب العزة أيها الكعبة وعزتي وجلالي سأجعل قلب من يزورك قلب الحمامة تحن إلى عشها وكرها. لهذا احنا نقول واحد المثل بالعامية تاعنا، مكة تبكي على اللي ما شافهاش ويبكي عليها اللي شافها، كل من زارها إلا ويعاوده الحنين إلا ويعاوده الشوق لتلك الرحاب المباركات. وقد انتهيت من الطواف، ذهبت خلف المقام، صليت ركعتين ودعوت الله عز وجل وشربت من زمزم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، معنى أي حاجة تنويها في زمزم راها الله تبارك وتعالى يعطيها لك. لما تكون بنية وصدق نحكي لكم قصة، واحد الإنسان كف بصر يعني الله تبارك وتعالى ادى له عينيه، راح للسبيطار تاع بلازرق تاعنا هنا تاع وهران، الطب قال له مستحيل تزيد تشوف، واش يدير هذا الإنسان؟ وراو له ودلوه على مستشفى آخر في الجلفة تاع كوبا، الكوبيين تخصص العينين، راح تم عرض نفسه عليهم لأن التحاليل والكشف والأشعة قالوا مستحيل تشوف تقعد إلى الأبد كفيف. ذهب إلى إسبانيا كذلك قالوا دي من المستحيلات، فجاءوا الناس قالوا لو قنعوك لن نمشوا للعمرة، قال نروح للعمرة. لما وصل وانتهى من الطواف صلى ركعتين وجاء عند ماء زمزم فرفع الماء في يده وقال يا رب، المستشفى تاع بلصق قالوا لي مستحيل انك تشوف واغسل وجهك، ثم حمل الثانية وقال يا ربي مستشفى كوبا قالوا لي كذلك ما تشوفش من المستحيلات أن تنظر، ثم رفع الثالثة وقال
مستشفيات أوروبا قالت أنني منشوف، ثم رفع الرابعة وقال يا ربي أنت ماذا تقول لي؟ فإذا بالبصر يعود من جديد. أحباب رسول الله، رحاب عظيمة. احنا نقول للناس هذا يسافر إلى دول العالم وما مشاش للكعبة، ما شافش تلك البقاع، نقولها لا زلت محروم، محروم، أنت محروم حقا، لأنها أرض مباركة. ثم تدخل وتقف على الصفا وتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم تقصد المروة وأنت تذكر وتتفكر النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر هاجر عليه السلام، ثم تنزل على المروة وتقول إن الصفا وتدعو، ثم تعود من المروة إلى الصفا سبعة أشواط، ثم تحلق أو تقصر. حينها ينادي رب العزة عبدي غفرت لك، لأنه يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. من أراد الرزق فليعتمر، ومن أراد غفران الذنوب فليعتمر ويزور هذه الأماكن. ثم أنت تصلي في الحرم، كل صلاة 100,000 صلاة، صلاة الوحدة 100,000، فلهذا ليس لابد أن يحافظ عليها في الحرم. ثم تتعلق القلوب بمدينة رسول الله، تتعلق القلوب بطيبة، سميت طيبة لأنها طابت برسول الله، المدينة المنورة لأنها تنورت برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنت تخرج مودعا مكة قاصدا المدينة، وما أدراك ما المدينة؟ المدينة التي حملت الجناب النبوي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت داخل مكة المدينة، وأنت داخل على شرفاتها ومشارفها، تتذكر قول الحكماء لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانتهى القدر، ونظرة نحو أبواب المدينة لا تبقي من الهموم ألوانا ولا تذر، حينها أمسك شباك النبي وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر. وأنت تدخل على رسول الله وتقول السلام عليك يا سيدي يا نور قلبي يا رسول الله، تطلب الضيافة من رسول الله. عبد الكريم المغيري رحمه الله من أهل الله من الصالحين ذهب للمدينة زائرا لرسول الله، فكان الوقت باش يغلقوا المسجد باش يبلعوا الباب، لأن المسجد النبوي كان يغلق في ذلك الوقت. وقف عند الباب منعوه الحراس، قالوا ممنوع تدخل، فبكى بكى وقال يا رسول الله العبد ضيف، يا رب العبد ضيف والضيف لم يضم، ما على الحراس إلا أن فتحوا عليه الباب ودخل وزار رسول الله. فأنت تقف على قبر النبي تستحضر واحد الأمور عظيمة جليلة، لأن بعض الناس أنكروا عنا زيارة الحبيب وقالوا ما ثبتت، قالوا بدعة، قالوا لا يجوز، لماذا تزور؟ نقول لهم ارفعوا أعينكم فوق القبر واقرأوا قول الله عز وجل، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اقرأوا التفسير، جاءوك، ما معنى جاءوك؟ أي زاروك يا محمد، زاروك. وهو الذي يقول من زارني ميتا كمن زارني حيا، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم لا يقف على قبر شقي. أتكون فيلم بأنك من السعداء وأنت تقف على القبر، على قبر النبي، كيف لا وأنت تقول السلام عليك يا رسول الله وهو يرد عليك السلام يا فلان بن فلان عليه الصلاة والسلام، وأنت تقف على قبر أبي بكر وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم على عمر السلام عليك يا عمر يا خليفة رسول الله، فيها أسرار. أحد الشيعيين من وزراء الشيعة يمر على قبر النبي يقول السلام عليك يا رسول الله، لما جاء عند قبر أبي بكر أكرمكم الله تفل
الشرطي. معناها هذا المكان مش سهل، الانسان لابد ان يدخل باستحضار وحضور، حضور روحي. الشرطي فاجا التعليمات قالوا للشرطي ما تدخلش فيه، خليه. الشرطي خبر الامام الحذيفي رحمه الله او اطله في عمره مازال حي، قال يا امام هو الشفت هو الشفت هو الشفت، رايت سامي كذا دفن. تجي تعليمات الشيخ الحذيفي واياك تتكلم عن الامر هذا، تستر عليه. الشيخ الحذيفي في تلك الليله يقف عليه رسول الله ويقول يا حذيفي يا امام كيف يؤذى صاحبي وانت امام مسجد؟ صاحبي تاذى وانت؟ فيخرج الامام الحذيفي في الجمعه ويفجرها فيعتقل الشيخ، يعني منع من الجمعه. نعم احباب رسول الله، المدينه المنوره فيها اسرار عجيبه. احد الصالحين على ما اظن ابو حنيفه النعمان كان اذا دخل المدينه لا ياكل ولا يشرب، بقي فيها 10 ايام ماكل ما شرب. قالوا يا امام لماذا ما كليت ما شربت؟ شفناك من خطرك صايم ليل ونهار. قال خفت ان اكل او اشرب، خفت ان اتبول في مدينه رسول الله. قال خفت يعني الفضلات تطرحها في هذا المكان الطاهر. الطيب المهاجي رحمه الله من علمائنا لما ذهب للمدينه المنوره مع ولده باش نذكروا فضل المدينه المنوره، ذهب مع ابنه. لما وصلوا الفندق أعطاهم الطبق الخامس، طلعوا الباجاج وولده العفش، وبعد قال ولده شوف لي غرفة تحت في الأسفل في الريتوس، أنا ما نقولش أنا في الطبق الخامس. قال علاش يا بويا؟ قال هاني نقول لك هاودوا إلى ريسبسيون ما مكانش عندنا غير الطبق الخامس، واش يدير الشيخ؟ يهود في ريسبسيون ويقول لتحت. شو يا أبي طلع معنا، شو علاش راك هكذا؟ قال كيف أنام فوق رسول الله؟ سيدنا رسول الله نايم لتحت وأنا نطلع. يعني كانت الناس على حرمة لهذا المكان، المدينة. الصلاة في المدينة المنورة بألف صلاة، وأنت تمشي في تلك الرحاب المباركة الطيبة، ربما قد يتصادف القدم تاعك بمكان مشى فيه رسول الله. لهذا الإمام مالك كان يمشي حافيا في المدينة، الإمام مالك يمشي حافيا في المدينة تبركا برسول الله. ثم تدخل وتصلي في الجنة، لأنه الذي قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض جنة. يقول العلماء جاءت من الجنة وتعود يوم القيامة إلى الجنة، الروضة. وتحس هي أفضل صلاة في حياتي، المرة الفارقة ونحن في الروضة نتزاحم لصلاة ركعتين، فإذا بأحد الناس سجد سجدة ما قام بها إلا ميتا. روضة، روضة الشريفة. وأنت سبحان الذي لا إله إلا هو. أحكي لكم قصة رأيتها. كنا جالسين في الروضة من المغرب للعشاء بدر الفصل وعندنا مريحين، وقعدت أمام أحد العلماء، منهم موريتانيين ومنهم السودان ومنهم السعودية، علماء صالحين جالسين. وفي واحد الإنسان تما داير شارك كما داير عوري ويدور خدمته شيله في الروضه، يخدم غير الروضه. الغراف تاع زمزم ويشرب في الناس. هذه خدمته. هذاك واحد السعودي تم قال لي نحكي لك هذا الانسان عليه اعجب. قلت له خبرني. قال لي هذا انسان كان ابكم، كان بكوش ما يهدرش. وخدمته يسقي الناس اللي صلوا في الروضه. قال يبكي دائما ويدعو الله باش يطلق لسانه ويحفظ القران. قال في يوم من الأيام يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبصق في فمه، تفل في فمه. لما قام صباحا أطلق لسانه وهو الآن من حفظة القرآن الكريم. قمت مباشرة تسلم عليه وشوف في عينيه عجب. معناه هذه أماكن من دخلها أحباب رسول الله بصدق يرى العجب. لكن فيه أناس قلوبهم فيها جفاء، قلوبهم فيها جحود، ينكرون ثبت ما كانش منها ما كانش كذا. نقول لهم ليس من ذاق كمن سمع، لابد ان تذوق هذه الحلاوه اذا ما ذقتها ايها الانسان ترى عجبا عجابا. مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام، يا خير من دفنت في القاع اعظمه
فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. أحباب رسول الله أسأل أن يوفق الجميع لزيارة الحرمين، لأن النبي قال من استطاع أن يموت بالحرمين فليمت فأنا شفيعه يوم القيامة. إذا نسأل الله الكريم أن يبلغ الجميع، اللهم بلغ الجميع، اللهم بلغ الجميع لزيارة مكة والمدينة. يا رب يسر على الجميع، اللهم افتح على الجميع الحاجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك عودة بعد عودة إن شاء الله، إن شاء الله عمرة على عمرة وحجة على حجة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة، لأن الإنسان يعطى ربي ماله من شدة المكان أنا محروم. نسأل الله أن لا يحرمك من الجنة، يبارك فيك، يبارك في أولادك إن شاء الله، والحجة كذلك ربي يتقبل من هذه الزيارة. نسأل تبارك وتعالى أن تقبل منها الزيارة. نسأل تبارك وتعالى أنكم عدتم بالخير وبالبركة، عدتم سالمين غانمين آمنين محفوظين، عدتم لبلدنا بالخير والبركات. أولادك لهم في الغربة، الله يحفظهم جميعا. نسأل أن يحفظهم وأن يجعل الرضا تاعك عليهم حجابا مستورا إن شاء الله. مادام أنت راضي نسأل تبارك وتعالى أن يحفظهم ويحفظ أولادهم من حسد الحاسدين وعين العائلين ومكر الماكرين وسحر الساحرين ومن همزات الشياطين ومن أن يحفرون. نسأل الله الرحمن الرحيم هذا الدار، أولادك حفظتك كل من سابق، الله يجمعكم في خير. دار البركة هذه، دار الإكرام، الله يجعل هذه المبدأ مفتوحة للخير. نسأل الله هذه الدار رب يحفظها من مصائب نازلة من السماء وخارجة من الأرض. الله يجعلك سي الحاج أنت القائد، هم طائعين وتراضي، هم طائعين وتراضي إن شاء الله. نعم التربية، نعم الأخلاق، ما شاء الله. نسأل الله للجميع اللي حضر في هذا اللقاء وفي هذه الوليمة، الله يجعل تبارك وتعالى لله مريض الله يشفيه، لله صحيح ربي يعافيه، لله مغبون ربي يفرج عليه، اللي عنده دين الله يقضي دينه، اللي عنده هم الله يرفع همه، اللي خصها الدرية الله يعطيه الدرية، اللي عندها الدرية الله يحفظ له أولاده، اللي عنده شي حاجة في هذا المجلس استقامه يا رب يقضيها الآن، يا رب يقضيها الآن، يا رب يقضيها الآن، لأننا في مجلس أحباب رسول الله، مجلس عظيم فيه القرآن، فيه الموعظة، فيه كلام الله عز وجل. إن أعظم ما فيه بعد ما كلينا وشربنا الخيرات فيه جائزة سنتسلمها الآن، هو أن الله يقول أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. العرايبة يكتبوا للشيخ، قلت هذه عائلة بنو العريبة هي عائلة من حفظ القرآن. اللهم ارحم الأجداد، الله يجعل هذه الصدقة في ميزان الأجداد، الله يجعلها في ميزان حسناتهم، الله يجعلها في ميزان حسناتهم. أنزل عليهم الرحمات، أنزل عليهم الرحمات، أنزل عليهم المصرات. اللهم اجعل هذه الصدقة وهذا القرآن الذي تلي يصلهم في القبور، يصلهم في القبور ويرضوا عليكم وهم في القبور. الله يرحم الوالدين ويرحم الأجداد ويرحم الأقارب ويرحم من لا رحم له. اللهم إنا نسألك يا ملك الملوك كما جمعت بيننا في هذه الدنيا إخوانا فاجعلنا يوم القيامة إخوانا على سور متقابلين مع رسول الله، لا تحرمنا الجلوس مع رسول الله، لا تحرمنا المجاورة. إلهنا إلهنا سألناك بأحب الأسماء إليك، إن قضيت أجالنا في هذه الأيام فاقض لنا بخير، فاختم لنا بلا إله إلا الله، إنك ربي ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل الله لشيخنا شيخ شرف الدين، شرف الدين وصبر معنا وخلى أولادنا في مصر وباقي معنا هذه الأيام، أسأل الله أن تؤتى كتابك بيمين، أسأل الله أن تسعد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ويقول الله عز وجل اقرأ وارقى واتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا سائلا لله لك الصحة والعافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك كما حفظ القرآن. نسأل تبارك وتعالى يجعل القرآن لك في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا. هذا الشيخ كان سبب في هداية بعض الناس من الجزائر، في زوج دخل الإسلام، وإحنا في بعباس الشيخ يقرأ وبارقين الميكرو برا في الجامع، في واحد الإنسان أكرمكم الله خابط داخل يبكي للجامع وبينهم توت، تأثر بالقرآن. نسأل الله أن يكون صوتك دعوة إلى الله يخرج من القلب يصل إلى القلب إن شاء الله. وودنا اليوم مع الدكتور إن شاء الله تبارك وتعالى ربي يحفظه وربي يبارك فيهم، وماشيين هما إن شاء الله مسافرين يوم الاثنين
إلى القاهرة يعود سالمين غانمين. في أخت تطلب الدرية، اللهم ارزقها درية، اجعلها ساعة إجابة، اللهم ارزقها درية، اللهم ارزقها الذرية، وارزق الذرية للجميع. من يشتكي العقد، اللهم حل العقد، اللهم حل العقد، اللهم حل العقد. وليد اللي أسيس لو جينا ما نساوه. وليد صغير لكن شأنه كبير. إن شاء الله. هو صغير لكن يعرف كيفاش يدخل. نسأل الله تبارك وتعالى الله يحفظه. الله يبارك فيه. المشايخ راهم راضيين عليه. العلماء اللي مشاو كانوا كلهم راضيين عليه وفرحانين به. وصاحب لهم بالسيرفي. نسأل الله تبارك وتعالى يبارك فيه. يبارك له في بوب عمران، الله يجعل ربي يحفظه. ربي يعطيه الصحة والستر ويجعل الأيام اللي هي أمامه فتحا عليه. لا يخاف الضيعة ولا يخاف الهم والغم إن شاء الله. نسأل الله الكريم الرحمن الرحيم المعاق الله يشفيه. نسأل تبارك وتعالى عبد الله من أهل الجنة. بدأ الله تبارك وتعالى أخذ منك الصحة يعوضها لك الجنة إن شاء الله. عبد الرحمن الله يبارك فيه. الله يجعلك مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله الرحمن الرحيم أن يبدلك صحة خير من صحتك ويبدلك بالجنة وتكون جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. آمين. وهذا النساء طيبون هذا الماكلة النساء طيب. اللهم كما وقفنا على نار الدنيا فقهن نار الآخرة، كما وقفنا على صهد الدنيا فباعد بينهن وبين نار الآخرة. بارك فيهن، في صحتهن، في أولادهن، في أزواجهن، إنك رحمن رحيم. الله يجعل إن شاء الله جينا هذا الدار بالخير ونعود بالخير والبركة. ويقول النبي يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. تذلد عندنا سيد الحاج. الله يجعل خير وبركة فيكم. أمين. دخلتكم إن شاء الله تكون لكم بصحة إن شاء الله. أمين. جميع إن شاء الله. أمين. وضيوفنا تاع مصر. الله يجعل خير وبركة فينا. وكون ان شاء الله دوله وحده وكل دوله ان شاء الله يا رب. امين 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 الرئاسه تاعنا ورئاسه تاعكم ان شاء الله واحد وايمان واحد وكل ان شاء الله يا رب. امين امين امين. وصلى الله على سيدنا محمد. اخي في فرنسا ادعي له بالله. اخوك ايه الله يحفظه. قال عند الفيديو شي قال والو كلش يسجله غبيت نسأل تبارك وتعالى. أخو وليد اللي راه في الغربة الله محفظ غربة تحفظه بالغربة. اللهم تكون معه أنيسا يا أكرم الأكرمين. احفظ أخوك اسمه محمد. محمد الله يحفظك. نسأل تبارك وتعالى أن يحفظك، يحفظك في بلاد الكفر، يعينك ربي، يفتح لك الأبواب، يبعد ربي عليك المهالك، يبعد عليك ربي المصايب، ويجعل رضا والديك إلى فرنسا إن شاء الله. امين امين. وخالي مختار هو تاني. مختار الله يبارك فيه. الله يحفظه. بعض اللي يستدعوا روحه. الله يحفظه يبارك فيهم ان شاء الله. يقيم ربي شر الاشرار وكيد الفجار. يا عزيز ويا رحمن يا غفار. اللي عنده الباك مسكين الشيخ، واحد عنده الباك. اللهم يا رب. هذا الدار هذه نطلب ربي يكثر عليها الزلادي والافراح. اذا كان الزلادي كما الله يكثر الافراح. الله يجعلها تبارك وتعالى فرح على فرح. فرح على فرح إن شاء الله. الله يفرحها بالبكالوريا. يجعل ربي من الناجحين الفالحين. آمين آمين. وصلى الله عليك. كيش واحد زيدو حميدة حميدة وعجر عملية حميدة. اللهم شوي شيخ شيخ أريد طلبك واحد خويا يفتح عليه رضوان اسمه بن سادق. رضوان طلب له ربي حاجه اللي راهي في قلبه اللي يكمل هذا. حسستني على ذلك ما خبرني. هذاك هو الكبيطة تاع الدار هو المازوزي خالي. هذا هو خالي الأخوري الأخوال وراه. هذا الأخ هذا خالي كبير. أيوة. وكان خالي سامير وهذاك سامير. نسأل الله الكريم الرحمن الرحيم أن يحفظكم كما حفظ اللسان بين الأسنان. الله يجعل ربي يبارك فيكم في أولادكم في أزواجكم. نسأل الله الكريم وما تكون مصيبة أنتم غايبين إن شاء الله. الله يجعلكم الله تبارك وتعالى تمشوا في طريق ربي. يحفظكم ربي الذرية، يجعلها ذرية صالحة، عالمة، عاملة، مبلغة عن رسول الله. الله يجعل رضا الوالدين عليكم كما البرنوس، يقيكم كل شر. وهذا اللي راه مريض الله يجعل ربي يشفيه لدى العملية. اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، وعافيه، وداويه، شتت أضراره يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.